بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع. لكن كالعادة وزي ما أنتم متعودين مننا، الحلقات دائما في الترند بتبقى ترند على السوشيال ميديا، لأن احنا بنتكلم في موضوعات وقضايا بتهم الصالح العام، وبنتكلم دايما في مصلحة الكرة المصرية في المقام الأول. كمان برنامج الترند الحمد لله يمكن من التفاصيل أو الكواليس اللي بنحب نتكلم فيها لما بندخل على مباراة حاسمة وفاصلة زي مباراة الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. هنتكلم على كواليس مباراة العودة، الحضور الجماهيري، حكام المباراة، التحضير للمباراة، كل ده النهاردة هنتكلم فيه في برنامج الترند. كمان هنكمل على قضيتنا اللي اتكلمنا فيها امبارح بخصوص الحالة الجدلية اللي كانت في إحدى مباريات الدوري العام، وبغض النظر عن الألوان القصة بالنسبة لنا لا أبيض ولا أصفر ولا حتى أحمر، إحنا بنتكلم على فكرة الشفافية والنزاهة الرياضية. ولما نتكلم على حالة جدلية في غرفة تقنية الفيديو، طبيعي جدا إن لجنة الحكام تصدر بيان توضيحي أو تعلن ماذا جرى، لأن ده بقى متبع في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا وفي كأس العالم مع الاتحاد الدولي سواء للأندية أو كأس العالم للشباب المقبل في الأرجنتين. ففي تفاصيل كتيرة جدا، إحنا مش بنخترع ولا بنقول كلام جديد، ده بالعكس إحنا بنطالب يعني نواكب التطور اللي موجود في الكرة العالمية عشان الحكام تتعلم والجمهور يعرف والأندية كمان تبقى عندها ثقافة رياضية الناس تعرف ليها واللي عليها. ده جزء مهم جدا النهاردة هنكمل عليه. وما إن لجنة الحكام لم تعلن ولم تجيب على التساؤلات اللي احنا طرحناها بالأمس، النهاردة احنا هنطرح اللي عندنا وفي انتظار رد رسمي على الحالة الجدلية اللي تمت في هذه المباراة، لأن غرفة تقنية الفيديو كان فيها تفاصيل لو اتكررت في المباريات كتير كده مش هيبقى دوري عام ولا هيبقى فيه كرة في مصر، واحنا جايين نهزر ومش بنطبق تقنية الفيديو طبقا لبروتوكول الايفاب، وكده احنا بنلعب وكأنها دورة ودية مش بطولة رسمية. عموما حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة: توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي أمام الترجي في لقاء الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء. شاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل والنتيجة، وبإذن الله تكون نتيجة إيجابية تؤهل الأهلي إلى الدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا في انتظار المتأهل من المباراة الأخرى، إما سان داونز الجنوب إفريقي أو الوداد الرياضي المغربي. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق وصل الاستعداد لمباراة الترجي، وكمان برنامج علاجي مكثف للشناوي، وفي الترند العالمي: ترابزون التركي يرحب برحيل تريزيجيه. طيب، استعراض مباريات اليوم والنهاردة في مباراة مؤجلة من الجولة 28 في الدوري العام. النهاردة البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولة هيستضيف نادي الإسماعيلي الساعة 8 مساء في ختام مباريات هذه الجولة. المباراة كانت المفروض تتلعب في بداية هذا الأسبوع ولكن أجلت بسبب طبعا يعني عدد من المباريات الأخرى للإسماعيلي، فبالتالي هتتلعب النهاردة الساعة 8 مساء. كأس مصر ومباراة مؤجلة أيضا في الدور الـ 32 هتتلعب الساعة 6 ما بين بيراميدز وفريق رايا. طيب، دوري أبطال أوروبا والمباراة القوية والمثيرة والعالم كله بينتظرها، لقاء العودة اليوم على ملعب مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بيستضيف في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فريق ريال مدريد. لقاء الذهاب انتهى في سانتياغو برنابيو بالتعادل الإيجابي 1-1، وبالتالي مباراة النهاردة هتبقى مباراة مثيرة جدا. أنا بعتبرها على المستوى الشخصي ده نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن فكرة تأهل إنتر ميلان للنهائي وهتواجه أي من الفريقين، لكن السيتي والريال لا، مباراة حامية الوطيس زي ما بنطلق عليها دايما في لغة الإعلام والصحافة. دي كانت مقدمة برنامج الترند، العناوين والجدول المباريات وكمان أبرز الأخبار اللي هنتكلم فيها، ولكن الكواليس والتفاصيل هتكون بعد الفاصل. طيب، الحالات الجدلية اللي بتحصل في غرفة تقنية الفيديو، أنا بالنسبة لي اعتبرت دي قضية، وقضية مهمة جدا لأنها مرتبطة ببروتوكول ما ينفعش كل واحد يشتغل بدماغه، وما ينفعش التعليمات تختلف من كل موسم عن الموسم الثاني، وكل واحد مسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام يدي تعليمات مخالفة للبروتوكول، وفي الآخر الأندية بتتضرر. أنا مش هنسى اللي حصل في إحدى مباريات النادي الأهلي لما الفار اتدخل في لعبة الأيفاب، وقانون الفار نفسه ما نصش على فكرة إن استئناف اللعب داخل ضمن بروتوكول الفار، ومع ذلك اتنفذت غلط و
الأهلي تضرر من عدم فهم الحكام واللجنة وأن الأمور بتدار بأهواء شخصية، ومستمرين بنفس الأخطاء دلوقتي بس مع اختلاف التفاصيل والأمثلة. ليه بقى؟ أنا امبارح طلعت واتكلمت بشكل واضح وصريح وقلت على أن الفيفا دايماً لما بيبقى فيه أي مسابقات رسمية المعيار الأساسي لنجاح المسابقة وعمل هذه المسابقة أن يكون فيه شفافية ونزاهة، والشفافية والنزاهة داخلة في تفاصيل كتيرة، ولكن أنا خدتها في إطار بروتوكول الفار. بروتوكول الفار بروتوكول واضح بيتطبق في جميع دول العالم بنفس المعنى وبنفس المقياس، ولكن أضيف على ذلك كمان أن بقى كمان في بيانات توضيحية وبقى في اعتذارات بتحصل من بعض اللجان في الدول الأوروبية وفي الاتحاد الدولي عشان الجمهور جزء من اللعبة، فلازم احترام الجمهور واحترام الأندية يكون فيه شفافية وإعلان كل التفاصيل. مباراة الزمالك والإسماعيلي أيا كانت اللعبة لمين مش قصتنا، أنا قصتي أن اللعبة دي ممكن تتقرر مع فرق تانية، ممكن تتقرر مع الأهلي، ممكن تتقرر مع الزمالك، فكان الهدف أسأل على التوضيح. امبارح طلعت واتكلمت، وعشان اللي ما تابعش امبارح، رغم أن الحمد لله امبارح الحلقة كانت ترند على تويتر والناس كلها بتتكلم على القضية اللي احنا الوحيدين اللي اتكلمنا فيها بشكل واضح وصريح، نطلع نسمع يعني فلاش باك على جزء معين من التفاصيل اللي قلناها امبارح، ونرجع لان هدخل بقى في صميم القضيه واقول بالظبط اللي حصل. واللجنه لو عايزه ترد اهلا وسهلا، عايزه تطلع بيان توضيحي اهلا وسهلا، عايزه تقول كلامك صح برضو اهلا وسهلا، عايزه تقول كلامك غلط طلع لي يا فندم المحادثه وقول لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. نسمع ونشوف وبعد كده نرجع عشان عندنا كواليس وتفاصيل القضيه بالظبط. روحوا للسعوديه واختم بالجزئيه دي. الاتحاد السعودي، وعارفين ان السويسري نافارو وده من ابرز واكبر الحكام وكان شغال في الفيفا فتره طويله وهو حاليا مسؤول عن التحكيم في الاتحاد السعودي، لما بيكون في حاله جدليه هو ما بيعرضهاش، بس لو في نادي متضرر وبيطلب يسمعها الاتحاد السعودي بيستدعيه وبيستدعى الطرف المنافس الثاني وبيقول له تعالى اسمع. دي الشفافيه اللي انا بتكلم عليها، وده اللي بطلب من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام يتخذوا هذا القرار خلال 24 ساعه، لان بكره إذا ما تمش الإعلان عن تفاصيل هذه المحادثة بشكل صحيح وإجراء تحقيق فيما تم، هطلع بكرة أقول تم الاستدعاء ولا ما تمش الاستدعاء، بروتوكول الفار اتطبق صح ولا اتطبق غلط، والفيصل بيني وبينكو المحادثة موجودة ما اتمسحتش، لو أنا كلامي غلط اعرض المحادثة، لو أنا كلامي صح عاقب المخطئ، لو أنا كلامي غلط اعرض المحادثة، لو أنا كلامي صح عاقب المخطئ. هي الشفافية بتقول كده، وانا القصه بالنسبه لي مش مين اللي اخطا، كابتن محمد عادل ولا الكابتن مصطفى مدحت. طيب عشان ما اخشش في تفاصيل كتير واختصر عليكم الوقت، ان معايا كمان مكالمه مهمه جدا عشان تشرح لحضراتكم بقى من خلال محاضر دولي كلامنا ده مبني على ايه. مباراه الزمالك والاسماعيلي في اسماعيليه كان بيديرها الكابتن محمد عادل، معاه مساعد اول هاني خيري، مساعد تاني عمر فتحي، الحكم الرابع محمد الغازي، حكم تقنيه الفيديو كابتن مصطفى مدحت، مساعد الفار او الاي فار الكابتن محمد عزازي. الكوره محمد صبحي مسك الكوره، كانت في منطقه جزاء نادي الزمالك، كانت في مناوشات بينه وبين لاعب نادي الاسماعيلي، مناوشات جانبيه ما بين الاثنين، وشافها الكابتن محمد عادل قدامكم الصوره بس دي في الختام بعد كده. طيب المناوشات دي كانت بين الاثنين في توقيت واحد بعد ما محمد صبحي مسك الكوره. طيب بعد ما محمد صبحي ساب الكوره ولعب الكوره والكابتن محمد عادل ادى ظهره، ايه اللي حصل؟ زي ما انتم شايفين صبحي عرقل لاعب نادي الاسماعيلي، وده هنا يعتبر موقف جديد بتكلم فيه، يعني لما شافوا الفار والمساعدين ان في مناوشات اللعب استمر وخلاص، بس هنا حصل موقف جديد. طب هنا الموقف الجديد ايه اللي المفروض يحصل؟ انا مش هقول لكم بقى المفروض يحصل، هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. خدوا المفاجاه، قبل ما تقنية الفيديو تتدخل الكابتن عمر فتحي المساعد التاني اللي قريب من مرمى نادي الزمالك شاف اللعبة وقال للكابتن محمد عادل يا كابتن عادل في ضرب داخل منطقة الجزاء، فالكابتن محمد عادل راجع مع الفار وقت ما الكورة وقفت، لأن إيقاف الكورة بعد الحركة دي أو اللعبة دي مفيش، كانت ثواني بسيطة يعني، فالكابتن محمد عادل وقف في اللعبة، فالكابتن مصطفى مدحت في غرفة تقنية الفيديو اتدخل وقال له يا كابتن عادل في مناوشات او في احتكاك ما بين اتنين لعيبه حارس الزمالك ولاعب الاسماعيلي، فرد عليه الكابتن محمد عادل قال له يعني ضربه خفيفه خلاص نمشي ولا ايه؟ قال له يا كابتن في احتكاك ما بين الاتنين، قال له خلاص نمشي، مشي اللعب، ومشت اللعبه، ومشت اللعبه. يعني هو سمع من حكم تقنيه الفيديو
ايا كان بقى تقنيه الفيديو بتشرح تقول له تعالى اتفرج ولا هو قال له في حصل احتكاك. والمساعد الثاني الكابتن عمر فتحي هو اللي نبه الكابتن محمد عادل في البدايه ان حصل ضرب داخل منطقه الجزاء. الكابتن محمد عادل اكيد لازم يسمع باجابه واضحه ومباشره، تعالى اتفرج في خطا حصل او في مستند واضح تعالى بص عليه. والكابتن مصطفى مدحت بحديثه مع الكابتن محمد عادل تدخل في اللعبه، بس الفكره في حد ذاتها هل تدخل في اللعبه وقال له تعالى بص ولا قال له في مشكله؟ قال له تعالى في احتكاك تم بين اللعيبه. الكابتن محمد عادل رد وقال ضربه خفيفه يعني خلاص ماشي ماشي. كل اللي حصل ده ملوش علاقه ببروتوكول الايفاب اللي بتقوله وبتنص عليه في تقنيه الفيديو. طالما المساعد تدخل وقال في ضرب، وطالما تقنيه الفيديو اتدخلت وقالت في حاله، طبيعي الكابتن محمد عادل يروح ويبص. بس يبدو ان الحاله اللي حصلت في الهدف الاول ما كانتش فيه بوادر ثقه ما بين حكم الملعب وحكم الفار، تحديدا مباراه الزمالك والاسماعيلي في الدور الاول. وشوف المقارنه كان بيديرها الكابتن محمود البنا وعلى تقنيه الفيديو محمد عادل. فلما تيجي في مرحله الدور الثاني اللي احنا محتاجين حكام خبره اكتر، ليه بتلعب في الاسماء وتجيب حكام حتى ما يكونش فيه كيمياء بينهم والخبرات مسافه كبيره بينهم؟ دي مشكله تعيينات. شفتوا بقى الازمه فين؟ دي المحادثه اللي بكلمكم عليها واللي ما اتشرحتش لغايه دلوقتي من لجنه الحكام، وبنطالبهم ببيان توضيح عشان نعرف مين المخطئ. طيب في تفاصيل اكتر عشان نعرف الغلط هنا عند مين. معايا على التليفون الكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي. كابتن ناصر مساء الفل. تحياتي ليك كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. اولا انا بتكلم في شق قانوني ومهم جدا بخصوص البيان التوضيحي او الشفافيه اللي يجب ان تتخذ وتعلن من لجنه الحكام، واللي احنا بنتكلم في موضوع مش مستاهل كل الدوشه دي يا كابتن ناصر. كابتن محمد تسمح لي بس تديني فرصه اتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا. هي رساله لرئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم فيتور بيريرا مع لجنه الحكام بالكامل. ان النهارده اي محلل تحكيم او اي برنامج النهارده الهدف منه يا كابتن محمد هو ان احنا بنساعد هؤلاء الحكام، بنساعد لجنه الحكام في تطوير الاداء. واحنا مش بنطلب حاجه بعيده قوي، احنا بنطلب الشفافيه في ان المسؤول يطلع يحدد من هو المخطئ في المباريات اللي هي فيها حالات جدليه. تاني بقول احنا هنا دورنا مش بننتقد الحكام او لجنه الحكام عشان الرساله توصل بشكل كويس، احنا معاكم ومساندين وداعمين، بس لابد انكم تساعدوا نفسكم عشان تدونا قناعات، لان خلي بالكم ان الناس اللي بره ناس بتفهم واحنا بنحترمكم، فلابد انكم انتم تحترموا. صح. انا هروح للاول لحاجه مهمه جدا جدا جدا، وبنتكلم في اقوى دوري في الدوريات الخمسه كابتن محمد، ودوري انجليزي. لما يطلع النهارده هاردوي بريس لجنه الحكام المحترفين في الدوري الانجليزي وبيقدم اعتذار رسمي لناديين مش لنادي واحد، يقدم اعتذار رسمي للارسنال والبرايتون. ارسنال وبرايتون الناديين قدم لهم اعتذار رسمي بسبب الاخطاء التحكيميه، واعلن كده ان هو بيعتذر للاخطاء اللي حدثت وشرح الاخطاء بالظبط اللي كانت يعني تقريبا من حكم الفار اللي هو كان لي ميسون اللي هو الحكم الفار اللي ما رسمش الخطوط في هدف برايتون اللي في هدف برينتفورد في الارض. يعني التوضيح والاعتذار مش حاجه احنا بنطلبها صعب عليهم مثلا، ده متبع. لا خالص يا كابتن محمد، زي ما قلت الارسنال دي في هدف غير صحيح بسبب ان حكم الفار ما رسمش الخطوط، وبالتالي هنا تم معاقبه حكم الفار، وطلع قال كده الراجل بكل شفافيه ان هذا الحكم لم يؤدي دوره في الفار، وبالتالي هنا تم ايقافه وقدم اعتذار رسمي وشرح الحاله بشكل أكيد. الكلام ده كابتن محمد في ساعتها، يعني ما خدتش وقت. نفس الشيء في ماتش برايتون وكريستال بالاس، تم تسجيل هدف غير صحيح بالمره في برايتون كريستال بالاس وخسر برايتون، وبالتالي هنا كانت اخطاء تحكيميه مؤثره في نتيجه المباراه. انا هنا بقول الكلام ده ليه؟ هذا رئيس لجنه الحكام طلع بالدليل ادان حكامه وقال ان هم اخطاوا وما عندوش مشكله خالص في ان هو يقدم اعتذار. هي دي الثقافه يا كابتن محمد، هي دي الشفافيه اللي احنا بنطلبها، احنا ما بنطلبش اكتر من كده. الشيء المهم اللي انا بتكلم فيه لما يجي المصدر مسؤول في لجنه الحكام، وانا بقول الكلام ده مهم قوي قوي، ايا كان من هو لابد ان هو يوضح من هو المخطئ ويوضح ايه اللي حدث بالظبط في حاله مباراه النادي الزمالك مع النادي الاسماعيلي. اكيد الكل شاف، خلي بالك الهدف الاول
اعتقد ما حدش اختلف عليه كابتن محمد، هو هدف من مخالفه تسبق، في مخالفه تسبق الهدف، وبالتالي هنا الفار ادى دوره ب 10 على 10. طبعا مدحت ادى دوره 10 على 10، عمل اللي اتقال عليه وجاب محمد عادل، او يعني محمد عادل ما خدش بالقرار يا كابتن. وانا سؤال سؤال محمد عادل، هسال سؤال الاتحاد الافريقي النهارده، محمد انت بتلعب في الاتحاد الافريقي، لو الفار جابك النهارده او قال لك تعالى، هل تجرؤ انك انت ما تروحش؟ ده السؤال. ايوه ده السؤال. يعني احنا انا بس الموضوع كبير يا كابتن محمد، بس انا مش عاوز اخرج. وشفت حضرتك ماتش الوداد وهيثم ايرات الحكم التونسي المتميز المتميز استدعى الجريء الشجاع اللي استدعى الحكم اللي هو دانيال لاريا، دانيال لاريا، وجابه في بطاقتان حمراوان. الراجل لما تعدد فيه ان هم اشهر الكارتين، وبتلعب لمين؟ بتلعب لسان داونز، وانت عارف سان داونز رئيس الاتحاد الافريقي هو من جنوب افريقيا والوداد، حاجه محترمه جدا. وانا اشدت بهيثم ايرات، مفيش ابدا، كل واحد بيأدي شغله على اكمل وجه. اكيد. هروح للحاله اللي هي الاولانيه، احنا قلنا هدف تسبقه مخالفه، وهنا الهدف كان يجب عدم احتسابه، دي الحاله الاولى. وهنا لابد ان انا اطلع اقول واشرح، اشرح كان كمسؤول، انا نفسي يعني نفسي انا عاوز اتعلم يا كابتن محمد كراجل جمهور مش محاضر. قول لي هل انت قلت في مخالفه ولا ما فيش؟ سؤال كمسؤول لجنه الحكام، انت قلت ان قرار محمد عادل صح او قلت ان قرار الفار غلط؟ اطلع على جروب لجنه الحكام في الكواليس، كل اعضاء اللجنه قالوا الهدف سليم ما عدا الكابتن احمد ابو العيله هو اللي قال الهدف مش سليم. سؤال، قول لي ليه سليم يا كابتن من فضلك يا كابتن. احنا ناس بنفهم تحكيم كابتن محمد، انا مش عايز اقول ان انا حضرت اول واحد في المحاضرين، حضرت عارف طبعا اجتماع الاتحاد الافريقي وراقبت بعديها باسبوع، وبنعرف نقيم الحكام الحمد لله، بنشتغل كويس قوي او متابعين حتى الان. من فضلك انا محتاج منك انك انت تطلع تقول لي ليه بقى تغير قناعاتي، ليه الحكم صح او ليه الفار غلط؟ تمام. هو دوت اللي حصل في هاردوي بريسلينج، الحكام في الاتحاد الانجليزي قال كده، قال الحكم الفار اخطا. طيب الحاله ليه وادي اسباب. الحاله الجدليه بقى يا كابتن ناصر بنتكلم فيها. الحاله الثانيه هذه الحاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. احنا بنتكلم النهارده في خطا واضح وهو الضرب من غير كوره. خلي بالك ده سلوك مش لعب. تاني بقول ان هذا سلوك وليس لعب. اللعب ان انا لما انا محمد سعيد راح يلعب وهو عنده نيه لعب، وهو بيلعب استخدم التهور او استخدم القوه الزايده. هنا بنعاقبه على ان هو كان في نيته اللعب، ولكن القرار الانضباطي هنا ممكن يبقى اصفر ممكن يبقى احمر. اما فيما يخص السلوك، السلوك الماشين اللي هو الضرب من غير كوره يا كابتن محمد، دي ما فيش فيها عندنا فصال. هنا في توقف اللعب، احتساب مخالفه، ركله حره مباشره، بطاقة حمراء صريحة واضحة، ودي حالة من الحالات الواضحة جدا للحكام بنقولها لهم. تمام. أسهل حالة تحكمية. سؤال هنا. مسؤول، مع احترامي للمسؤول لجنة الحكام، حضرتك قلت فسرت القرار الأولاني إن الحكم كان قراره صح. قول لي بالله عليك إن القرار الثاني إيه اللي حصل فيه؟ أنا محتاج أعرف كابتن محمد من هو المخطئ؟ هل مصطفى مدحت لم يستدعي حكم الفار، حكم الميدان؟ بلغه. عادل. بلغه يا كابتن ناصر. يبقى هنا النهارده هل المساعد اللي هو قريب من الحاله التحكيميه ما اتكلمش مع محمد عادل؟ كلم محمد عادل قبل مصطفى مدحت ما يتدخل والفار يتدخل. يبقى هنا كابتن لازم اللي يكون في وقفه من لجنه الحكام تطلع تقول هذا الكلام، وهو ده اللي احنا محتاجينه كابتن محمد. احنا محتاجين الشفافيه، احنا مش مع ولا ضد، احنا مع التحكيم وتطوير التحكيم ومع لجنه الحكام، ولكن المسؤول عندما يظهر المسؤول لابد انك انت تديني قناعات من الناحية الفنية، يعني تشرح لي الحالة تفصيليا توضيحيا، بتشرحها بدقة، ولكن مش معنى انك انت تطلع تقول هدف سليم هدف غير سليم حالة فيها لا لا الكلام ده ما ينفعش يا جماعة، لان في ناس قاعدة بتتفرج. وحاجة تانية يا كابتن ناصر، ما هو برضو المساعد التاني عمر فتحي اتدخل وبلغ الكابتن عادل ان في ضرب داخل منطقة الجزاء، حكم تقنية الفيديو الكابتن مصطفى مدحت اتكلم مع الكابتن محمد عادل. لو اتكلموا في وصف اللعبة بشكل خاطئ خلى الكابتن محمد عادل ما يقتنعش ان في حاجه، عشان كده ما راحش للفار، برضه نعرف يعني برضه نعرف. هنا كابتن محمد بيتكلم في حاجه مهمه جدا، في مثل هذه المباراه لابد، هو ايه اللي حصل في تاني، هرجع الاتحاد الانجليزي، ايه اللي حصل بعد المباراتين؟ تم تحديد اجتماع عاجل من لجنه الحكام المحترفين برئاسه هاردويب. الاجتماع العاجل كان تاني يوم مباشره لسماع كل الاطراف اللي هي كانت بتحكم وتدير المباراتين. قبل ما يطلع بقرار، قبل ما يعتذر للناديين، سمع كويس قوي من هو المخطئ، مين اللي كان قراره صح. هنا كان لابد من لجنه الحكام
تاني يوم اجتماع للحكام بالكامل في اتحاد الكوره. انا بقول لك ده صح المفروض يتعمل، ويسمع من عمر فتحي، يسمع من مصطفى مدحت، يسمع من محمد عادل. في الاخر خالص يا جماعه طلعوا قولوا ان هنا المقصر كان الحكم او محكم الفيديو. هنا شكل جميل جدا جدا، واحنا هنقف، مش هتدي فرصه لاي حد يطلع. عارف يا كابتن ناصر ايه اللي زعلني بقى؟ انا التفاصيل دي كلها عرفتها بعد ما اجتمعوا في اتحاد الكوره وسمعوا المحادثه وشافوا اللعبه. بس اللي خلاني يعني ابقى يعني الناس استفزتنا بتصريحات طلعت قالوا اصل حكم تقنيه الفيديو ما طبقش البروتوكول فتوقف، فعملت اتصالات عشان اعرف اللي حصل، عرفت ان هو ما توقفش. طب ليه بقى نقعد نلف وندور ونطلع تسريبات ونقول كلام غلط؟ طب ما تبقوا واضحين يا جماعه وقولوا انتوا سمعتوا المحادثه واطلعوا اشرحوا. هي الفكره بالنسبه لنا، انت مش عايز توقف يا كابتن عادل، ماشي ما عندناش مشكله، مش قصه بالنسبه لنا الايقاف، القصه بالنسبه لنا اطلع اشرح للناس ايه اللي حصل، لان في مباريات كتيره يا كابتن ناصر فيها تفاصيل اكتر من كده. بس احنا دورنا بنحاول من مصادرنا في اتحاد الكوره، في حاجات بنعرفها وفي حاجات ما بنعرفهاش. كابتن محمد تسمح لي في نقطه مهمه برضك، انا يعني رساله لجنه الحكام بقولها من فضلك لو سمحت. الاخبار اللي حضرتك بتطلع تقولها، او هقول حاجه مهمه ثانيه، لو انت شفت ان في خبر طلع انت مش مصدر، انت ما قلتوش خاصه بايقاف مصطفى مدحت. سؤال، مصدر قال ان حكم الفار اتوقف، انا كرئيس لجنه الحكام انا النهارده المفترض اطلع بقول لا هذا الكلام لم يحدث، بطلع اقول كده هذا الكلام لم يحدث. وانا ليه؟ لان انا النهارده بقول مصطفى مدحت هتوقف، انا النهارده الحكم ما توقفش رسمي، الحكم ما توقفش. طيب الافضل ايه هو كابتن محمد؟ انا بقول اهو الافضل، دي نصيحه لجنه الحكام، من فضلك ما تطلعش تدلي بتصاريح، خاصة أنت من الناحية الفنية ما بتدنيش قناعات، خاصة أنك أنت بتقول إيقاف حكم وده يخالف تماما للاتحاد الدولي، ما فيش حد بيطلع يقول إن الحكم اتوقف يا كابتن محمد لأسباب فنية. خلي بالك الإيقاف، الإيقاف الفني لم يعلن عنه من لجنة الحكام واتحاد الكورة، ولكن الإيقاف اللي فيه سلوك ماشي أنا معاك، من فضلك أنت كمسؤول طيب يا ريت تهدى، ما تطلعش تقول، ما تستعجلش عشان خاطر تقول ان انا اهدي الدنيا، تهدي الدنيا بالعكس، انت عملت مشكله اكتر يا كابتن محمد من الاول، يعني طيب. انت بتحاول تهدي ولكن اللي حصل عشان وقتنا يا كابتن ناصر، باجابه كده نعم ام لا، بعد اللي اتعرض امبارح واللي كشفناه النهارده وراي حضرتك، هل تتوقع هيبقى في بيان توضيحي ولا كالعاده ودن من طين وودن من عجين ولا كنا بنتكلم؟ كابتن محمد انا اتمنى بعد هذه المداخله وهذا البرنامج المحترم اللي احنا قلنا في البدايه معاكم، احنا معاكم، يا ريت تطلعوا توضحوا لنا، لحد دلوقتي احنا مش فاهمين. من فضلكم توضحوا للجمهور، انا بقول يا ريت يا كابتن محمد يوضحوا للجمهور لينا احنا كمحاضرين وكمقيمين ان اللي حصل ده يا كابتن خلي بالك حصل ده كارثه. مش مستوعبين ده. ان النهارده قبل كده وهقول سريعا ماتش الشناوي وارتكب سلوك النهارده يا مجدي، خد القرار فورا صح. فورا ولم يتاخر وادى بطاقه حمراء، ده اسمه سلوك. نفس الحاله كابتن ما هي كانت موجوده في ماتش تمام. انا مش بدي امثله ولكن انا بقول لجنه الحكام في الاخر من فضلكم اطلعوا وقولوا لنا ايه اللي حصل بالظبط، وانت عندكم المحادثات اللي موجوده هتكونوا شاكرين جدا جدا ان احنا نفهم، وبالتالي الحكام كمان يا كابتن ما تبقاش في لغط يا محمد، في مشكله الحكم يغلط وبيلعب ودي مشكله كبيره، لا الحكم يغلط اطلع حاسبه وعاقبه. النهارده محمد عادل ممكن بيدير في الممتاز به مباريات، قال ما يدير الممتاز به هات محمد عادل وهات طاقم التحكيم بالكامل تمام وتحدث معهم، لان احنا محتاجين نشوف الشفافيه في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والمحلل التحكيمي بالتاكيد معانا هنا في قناه الاهلي، شكرا جزيلا كابتن ناصر. ومش هطول واقول اكتر من كده، بس انا على المستوى الشخصي يعني عارف لا حياه لمن تنادي ومفيش فايده، لان محدش بيحاسب. لو اللجنه عارفه ان في اتحاد كوره هيحاسب هتعمل حساب كويس قوي للاخطاء دي، بس محدش بيحاسب فما فيش فايده. بس احنا لا بنزهق ولا بنمل، مكملين في نفس قضيتنا حتى نهايه الموسم، حتى لو الدوري محسوم، حتى لو القصه ملهاش علاقه بالاهلي، احنا هدفنا الكره المصريه وصالح الكره المصريه. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب مباراه الاهلي والترجي ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، المباراه هتكون على استاد القاهره الدولي بحضور جماهيري نوعا ما طبعا اقل بكثير من الاعداد اللي حضرت في مباراه الرجاء والهلال السوداني، ولكن نتمنى تكون يعني مباراه استثنائيه او فتره استثنائيه قبل ان شاء الله باذن الله مباراه النهائيه في حاله التاهل هتتلعب في استاد القاهره باذن الله يوم 4/6. طيب يمكن منذ لحظات كده الاتحاد الافريقي بعت ايميل متعلق بالتحضيرات الخاصه بمباراه الاهلي والترجي التونسي.
المؤتمر الصحفي هيكون بكرة إن شاء الله، المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ومعاه أحد لاعبي الفريق، هيكون الساعة 12 الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة الدولي. المؤتمر الصحفي لنادي الترجي التونسي هيكون عقب مؤتمر الأهلي الساعة 12:30، يعني الأهلي 12 والترجي التونسي الساعة 12:30 في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة الدولي. المران المخصص للنادي الأهلي وهيكون مسموح بتصوير أول 15 دقيقة. هيكون تدريب الأهلي الساعة 4:30 في ملعب التتش في الجزيرة، وتدريب الترجي التونسي هيكون بكرة الساعة 10 مساء في نفس توقيت المباراة، يعني أول ربع ساعة متاحة لكل وسائل الإعلام تصور الربع ساعة الأولى. التمرين هيكون الساعة 10 في استاد القاهرة الدولي. طيب حكام المباراة، المباراة هيديرها تحكيميا الحكم الموريتاني دحان بيدا، معاه مساعد أول الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، المساعد الثاني الموريتاني حمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كولوتوري. في غرفة تقنية الفيديو بيقود تقنية الفيديو الحكم الغاني دانيال لاريا اللي كان بيقود مباراة الوداد وصن داونز الأسبوع الماضي، وهيكون مساعد فار معاه في غرفة تقنية الفيديو المغربي سمير قزاز. المباراة دي هيكون فيها اثنين منسقين أمنيين، يعني اثنين منسق أمني في هذه المباراة، تم زيادة منسق أمني آخر لأن دايما في كل مباراة بيبقى منسق أمني واحد، لا المرة دي في نصف النهائي في اثنين منسق أمني، ونفس الأمر في مباراة صن داونز والوداد يوم السبت الساعة 4 العصر هيكون في اثنين منسقين أمنيين أيضا في المباراة اللي هتتلعب في بريتوريا بنسبة كبيرة، وده يعني إن شاء الله هنعرفه بعد قليل حتى من زميلنا كريم أحمد في التدريب. محمد الشناوي طبعا لن يلحق مباراة الترجي يوم الجمعة المقبل، بالإضافة طبعا مش هيكون موجود في الثلاث مباريات اللي هتتلعب في الدوري عقب مباراة الترجي، وفرصة عشان يتعافى من الإصابة اللي لحقت به في اليومين اللي فاتوا قبل بقى ما يستعد إن شاء الله بإذن الله يا رب بإذن الله لما نوصل للمباراة النهائية اللي هتتلعب في استاد القاهرة يوم 4/6. كل التوفيق للفريق، النهاردة في تدريب في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء، التدريب حاليا في ملعب التتش بالجزيرة، بكرة أيضا في تدريب زي ما قلت لحضراتكم هيبدأ الساعة 4:30 الفريق يخش معسكر، ويوم الجمعة المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، نتمنى يا رب نقرر نفس النتيجة في استاد القاهرة، ولما لا يبقى عدد أكبر من كده لأن الأرقام التاريخية دي مهمة في المواجهات الحاسمة. عموما نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض بقى في قرارات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف اللي كتب في السوشيال ميديا عن الاهلي في الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب الملعب القاهره 24 وبيكلموا على نتيجه الفحوصات الطبيه لمحمد الشناوي. مصدر بالاهلي يكشف نتيجه الفحوصات الطبيه ومده الغياب. المصدر يعني طبقا للمنشور في القاهره 24 انه رفض ذكر اسمه، وقال ان الاشعه اللي خضع عليها الشناوي اثبتت وجود تمزق في عضله السمانه وليس شد، وبالتالي المده المبدئيه لغياب الشناوي هتبقى في حدود حوالي 3 اسابيع، وبالتالي بيحتاج علاج مكثف لمده اسبوعين، وبالتالي مش هيكون موجود في مباراه الترجي التونسي. طب في تفاصيل كتيره متعلقه بالتدريب قبل ما نكمل في ترند الاهلي، لان اكيد ترند الاهلي في تفاصيل على الموقع او على بعض الصفحات السوشيال ميديا، ولكن الخبر من مصدره هنروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في قلب الحدث في تدريب النادي الاهلي في ملعب الترش عشان نعرف منه كل الاخبار. مساء الفل يا كريم. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. هاخد من كلامك بالتاكيد يا محمد، يعني هي اصابه الشناوي الحديث دلوقتي بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، لكن يعني ان شاء الله باذن الله كالعاده الاهلي بما انحدر اسبوعين من ثلاث اسابيع خلاص هي اصابه قضاء وقدر. الشناوي واحد من الاعمده الرئيسيه الحقيقه، بذل مجهود كبير جدا، لكن الشيء اللي بيطمننا الجاهزيه لكل لاعبي النادي الاهلي وتحديدا لحراسه المرمى مشيل يانكون ودوره المميز جدا لتاهيله باذن الله علي لطفي سواء المباراه القادمه او اي مباراه ياخدها النادي الاهلي، خلاص هو ده الامر المهم جدا اللي احنا حابين ناكد عليه. الكل جاهز بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، الشناوي الوحيد اللي بنفقده، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في شوبير، في ايضا كمان في علي لطفي، اي حد يكون متواجد كالعاده يحرس عادين النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله يكون على قدر المسؤوليه كالعاده. تدريبات واستعدادات مكثفه جدا يا محمد، كلها يعني تركيز وجديه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، احترام كبير جدا للمنافس بعيدا عن النتيجه وبعيدا ايضا كمان على الاداء المميز جدا اللي اداه النادي الاهلي في المباراه الاولى، هو شوط وانتهى.
الشوط الثاني فيه متغيرات كثيره جدا، وزي ما بناكد يا محمد في كل مره كره القدم فيها ثوابت لكن فيها متغيرات كثيره، عشان كده الاحترام لابد يكون كبير جدا، التحضير يكون جيد جدا، ودي النقطه المهمه جدا لمستر كولر اللي مركز فيها بشكل كبير، من التحضيرات من الاجتماعات من المحاضرات الفنيه تمام. من ايضا كمان تدريبات فريق النادي الاهلي اللي فيها جديه كبيره جدا للاعبين. النهارده تدريب الفريق النهارده في درجه حراره عاليه شويه محمد، لكن الاصرار موجود، يعني عدى 25 دقيقه من تدريب فريق النادي الاهلي، متبقي اكثر من 40 دقيقه. الجزء الاولاني شفنا بعض طبعا التدريبات البدنيه الخفيفه اللي فيها بعض الكوره، لكن على امل في اخر المران يمكن مستر كولر معودنا بيكون في تقسيمه اكد على نقاط القوه والضعف، في ممكن نشوفه في تغيير لبعض اللاعبين ممكن نشوفه، لان احنا عندنا مرحله مهمه جدا ان شاء الله باذن الله. لكن بطمنك يا محمد كل الامور طيبه جدا لفريق النادي الاهلي. طيب علي لطفي اكيد جاهز ان شاء الله، يمكن عنده تحدي هيلعب الاربع مباريات القادمه، مباراه الترجي ثم الثلاث مباريات في الدوري العام، في ظل كمان الشناوي اصلا كمان موقوف ثلاث مباريات في الدوري. بالتاكيد يا محمد، عشان كده بنقول التجهيز مهم جدا لعلي لطفي. علي لطفي الحقيقه بنشوفه في التدريبات بيأدي اداء رائع، بيأدي اداء مميز، لكن انت عارف يا محمد المباريات مختلفه بشكل كبير جدا عن التدريبات، لكن املنا وثقتنا كبيره جدا في اللاعبين، في ايضا كمان علي لطفي اللي عنده فرصه ومهمه كبيره جدا خلال الايام القادمه هتبدا بمباراه الترجي. الجمهور عليه دور كبير جدا، هو يحفز ويأهل علي لطفي ويشجعه بشكل كبير، لان هي مرحله صعبه ومرحله مهمه. شناوي بنفقده، علي موجود، حتى لو علي فقدناه ان شاء الله عندنا ثقه في مصطفى شوبير، بنامل ان شاء الله ان ربنا يحافظ على النادي الاهلي من الاصابات. يعني هي الناس بتتكلم في اسبوعين وثلاث اسابيع محمد، لكن ان شاء الله باذن الله طبعاً. الجهاز الطبي بالرئاسه طبعا دكتور احمد ابو عبله يقوم بدور كبير جدا لتجهيز الشناوي، ومفيش حاجه بعيده عن ربنا محمد، ممكن نشوف الشناوي قبل الثلاث اسابيع بمشيئه الله. رامي ربيعه دخل في التدريبات الجماعيه ولا لسه يا كريم؟ وعمرو السوليه طمني النهارده موجود برضه في المران الجماعي؟ يعني لسه هاكد لك على مروان في البدايه، طبعا يمكن الناس اتكلمت على مروان نازل البرد متوقع عن التدريبات. مروان الحمد لله متواجد النهارده في التدريب، يعني متواجد بشكل قوي كامله. عمرو السولاي ايضا كمان شفناه النهارده في التدريب ومستمر فيه لنهايه التدريب. رامي ربيعه لسه شويه محمد مش هيدخل في التدريبات الجماعيه، انت عارف الاحتكاكات والالتحامات بيكون ليها يعني عليها حرص كبير جدا من الجهاز الطبي، لكن بنامل ان شاء الله باذن الله يكون ماشي بشكل طيب في التاهيل، مع ايضا كمان اللي بنشوفهم بناكد عليهم بنتمنى لهم كل التوفيق والعوده سريعا، اكرم توفيق وكريم فؤاد النهارده شفناهم في ارضيه الملعب بيقوموا بالدور التاهيلي، محتاجين كل العناصر يا محمد، لكن عندنا مهمه هي مهمه مباراه الترجي ان شاء الله في حضور جماهيرنا جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله تكون مباراه ده، وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يحقق فوز واداء عظيم يسعد كل جمهور النادي الاهلي. اخر سؤال يا كريم، معسكر مغلق ولا بكره ان شاء الله يدخل معسكر مغلق؟ يعني في معسكر 48 ساعه ولا 24 ساعه بس؟ لا من الغد يا محمد، انت عارف يعني هو سيستم ماشي عليه مستر كولر والجهاز الفني قبل المباراه على طول ب 24 ساعه، يعني ما بيحاولش الراجل ان هو يدي مساحه كبيره قوي للاعبين في المعسكرات، لكن يعني اللي احنا اكدنا عليه وشفناه انت عارف بكره كمان هيكون في مؤتمرات صحفيه اجتماع فني امور عديده جدا، لكن اكدنا على المعسكر هينتهي تدريب فريق النادي الاهلي غدا اللي هيكون بمشيئه الله في الساعه الخامسه 15 دقيقه المعتاده طبعا لوسائل الاعلام، ومنها مباشره بعد انتهاء التدريب يدخل النادي الاهلي في معسكر مغلق استعدادا بمشيئه الله لمباراه الترجي اللي بنعمل ان شاء الله بمشيئه الله يكون الفوز نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. زميل العزيز كريم احمد موفق قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، قدر الامكان حاولنا نقربكم شويه من الصوره، ودي تفاصيل انهلنا زميلنا كريم احمد. طيب نروح لترند الاهلي ونكمل مع بعض باقي الاخبار وباقي الموضوعات الموجوده على السوشيال ميديا، ويمكن كريم بنسبه كبيره حسم لنا تفاصيل كتيره كنا لسه هنقولها في ترند الاهلي. هو اليوم السابع برنامج لتجهيز لافت الشناوي في الاربع مباريات، ودي تفصيله كلمنا فيها مع زميلنا كريم، وان شاء الله هيكون علي جاهز لختام هذه المباريات في هذا الشهر. كورة بلاس بيتكلموا على ان كولر يؤجل حسم مصير كريستو لنهايه الموسم. مش هتكلم على فكره كريستو او محمد الضوي دلوقتي، هو حاليا مع تونس ورايح عنده كاس عالم في الارجنتين، كاس العالم للشباب، يتالق يتعملق يعمل مباريات كبيره، يرجع كولر يكون محتاجه في استكمال مباريات الدوري، الولد يلعب بشكل كويس فيبقى على راس القائمه في الموسم الجديد. فمساله العروض والصفقات ممكن وهو في الارجنتين مع منتخب تونس يجي له عروض من اوروبا بشكل كبير، فيعني بدري قوي الحديث عن هذه الجزئية لأن لسه في تفاصيل هتحصل خلال الفترة اللي جاية. بطولات بيتكلموا على أن شبكة فار بوست الجنوب إفريقية قالت أن هناك رغبة من قبل نادي أوتريخت الهولندي في ضم بيرسي تاو من الأهلي، ولكن العقبة الوحيدة أن الأهلي لا يرغب في التخلي عن اللاعب، لكنه يتبقى له موسم واحد فقط في عقده، وهو ما يضعه في موقف قوي إذا رغب في الرحيل. وأنا بقول لكم مع كامل احترام للتقارير، الأهلي شغال على فكرة الحفاظ على القوام الأساسي وإبرام صفقات للتدعيمات، وأي لاعب لسه باقي له في عقده سنة واتنين وأنا محتاجه بشكل كبير هشتغل بدري على التجديد. طيب يلا كورة، ومصدر بالأهلي يلا كورة، لا توجد عروض لتاو هنا في رد على الـ12
في بطولات نقلا عن إحدى المواقع في جنوب إفريقيا، وفتح مفاوضات التجديد بعد دوري الأبطال، ودي الجزئية اللي شرحتها قبل ما انتقل إلى يلا كورة. طيب يلا كورة النهاردة اتكلم على فكرة العقوبات اللي صدرت من الاتحاد الإفريقي بشأن الوقائع اللي تمت في مباراة الأهلي والهلال السوداني. كلنا عارفين كانت في شكوى من نادي الهلال، والأهلي كمان اشتكى طبقا للبيان الرسمي اللي نزل على الموقع الرسمي للأهلي يوم 8 ابريل، قدم شكوى في نادي الهلال من التصرفات اللي تمت في هذه المباراة. الاتحاد الإفريقي عمل جلسة استماع، وبعد ما عمل جلسة استماع في أكتر من اجتماع للجنة الانضباط، وصدرت القرارات النهاردة صباح اليوم. يمكن القرارات الحمد لله لا تمس الجماهير، كل المباريات للأهلي الفترة الجاية بحضور جماهيري، ما فيش أي عقوبات على جماهير الأهلي، ولكن تم توقيع عقوبة يعني مالية، غرامة 120 ألف دولار مقسمة بشكل مختلفين، 20 ألف دولار عشان إلقاء زجاجات ومياء أو زجاجات فارغة على الفريق الضيف، و 100 ألف دولار نتيجة المناوشات اللي تمت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس. يحق للأهلي الاستئناف على الغرامة المالية خلال 72 ساعة، خلال 3 أيام. وده اللي أكدته النهاردة يلا كورة، إن مصدر في الأهلي قال إن الأهلي سيستأنف على عقوبات الكاف، وبالتالي ده شرح كده موجز سريع على هذه الجزئية. ولكن جماهير الأهلي مفيش أي عقوبات عليها، وكل الشكاوي اللي قدمها الهلال لم يقتنع بيها الاتحاد الإفريقي. طب نروح بقى للمشاركات والسؤال، لأن وقتنا بيجري معاكم بسرعة. أستاذ فتحي زيدان بيقول أتوقع إن شاء الله تشكيلنا العادي ما عدا الكابتن محمد الشناوي، لأن المباراة ليست سهلة كما يتخيل البعض، أهم حاجة روح الأهلي وعزيمة وإصرار، رجالنا الأبطال وتوقعي الفوز بهدف نظيف للا شيء. أستاذ روميو يعني زيزو أو الاسم الحقيقي أستاذ رمضان بيقول لطفي معلول ياسر منعم خالد السلية القندوسي ديانج الشحات شريف طاهر بالتوفيق إن شاء الله. يعني أستاذ رمضان عمل روتيشن كده في التشكيل. أستاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير أستاذ محمد، تشكيل الأهلي علي لطفي متولي ياسر خالد معلول ديانج السلية القندوسي عبد القادر طاهر شريف، وإن شاء الله الأهلي هيكسب 4-0، شريف وعبد القادر ومعلول والسلية. المباراة دي أعتقد يعني لو رامي ربيعة مش موجود والشناوي مش موجود، ممكن متهيألي لسه مش متأكد، ممكن يكون علي معلول هو كابتن الفريق في هذه المباراة. أستاذ سامي بيقول علي لطفي معلول منعم ياسر خالد ديانج مروان القندوسي 2-0 للاهلي باذن الله عبد القادر شريف فتاو. يعني عايز اقول لكم وانا بجري بسرعه معاكم عشان اخد اكبر قدر من الاراء والمشاركات على السؤال اللي طرحناه، ده حقكم بالتاكيد كجماهير النادي الاهلي حريصه على المشاركه معنا، ولكن وقتنا للاسف خلص معاكم بسرعه جدا. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي في حلقه جديده من بدايه الاسبوع المقبل، وان شاء الله نتقابل والاهلي متاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. شكرا والى اللقاء.